السلام عليكم ازيك يا شباب. احنا هنديكم عايزين نتكلم ان شاء الله ابلكيشن على المحاضره هي اللي فاتت الصغيره دي. خلاص ان انا اعمل امبروف خلاص للباور فاكتور باستخدام الايه؟ باستخدام الكباستر. طب لمين الكلام ده؟ فور 3 فيز اندكشن موتور. خلاص في انواع يا شباب من الايه؟ في انواع تيجي تقابلني من الاندكشن موتور ده. يعني ايه انواع؟ يعني مثلا فور اكزامبل لو انا جيت عملت هنا كده خلاص اوكي الكوين اللي انا برسمه ده على شكل ستار خلاص يخص حاجه اسمها ايه؟ الستيكر. خلاص طب هاجي اعمل فيه ايه؟ هاجي هنا اروح جاي كده بدي فيزا بي. خلاص السوسر خلي دي كده هنا فيزا بي. خلاص طب وفيزا سي هروح جاي هنا جامب كده واروح جاي ايه؟ قايل سي اتس اوكي. واللي فوق دي رقم ايه؟ خلاص السيستم ده هو الستيت. طب فين هو الروتر؟ الروتر ده عباره عن اي مكان من شكل خلينا ايه الشكل اللي انت ايه حابه ده اللي هو الايه؟ خلاص واجي اعمل ايه هنا؟ اروح جاي على الاطراف دي وعامل عليها ايه؟ شورت سيركت. خلاص ده اخباره ايه؟ بيلف ان ار. بيبقى دي المكنه الاندكشن موتور عند ستيتو. ذيس از روتر. ذيس سيستم شورت سيركت وده اسمه ايه؟ روتر. طب ليه اسمه روتر؟ موفمنت بيتحرك. ده شافت بيتحرك ده اسمه ايه؟ شافت. اتس اوكي نو بروبلم. انا عايز اعمل امبروف باور فاكتور اروح عامل ايه؟ انا اروح الاقي السيستم ده اسمه ار 1 اكس 1 اكس 1 ار 1 بيمشي فيه التيار باسنج فيه اسمه ايه؟ اسمه اي 1. اي واحده من دول اي خلاص بنسمي دي لاين 9 لاين. اي لاين من دول اخباره ايه؟ بيمشي فيه تيار اسمه اي 1. اي 1 اي 1 بتاع فيزا ايه؟ اي 1 بتاع فيزا بي وهكذا. خلاص انا هاخد اللي هيمشي على الفيزا ايه هيمشي على الباقي. فهروح اعمل ايه؟ هسمي ده فقط اي 1. اتس اوكي نو بروبلم. يبقى انا دلوقتي عملت اي 1. انا السيستم ده عشان اعمله اول ان اول ريزيستنس كويل ريزيستنس كويل ريزيستنس كويل. ذيس سيستم اندكتيف لود. ذيس سيستم اسمه ايه؟ اندكتيف لود. خلاص كله ار اند ال كله ايه؟ الكلمه دي معناها ار اند ال. قال لك طب نعمل ايه؟ نعمل ايه عشان نلغي الكويل؟ عشان نلغي الكويل نروح جايبين ايه؟ مكثف سي. نروح جايبين مكثف سي بالظبط زي ما انا ساعدتك عامل ايه شكل. خلاص انا دلوقتي الموتور اللي باللون البلاك خلاص رحت جبت ايه يا محمد يا فاروق؟ رحت جاي سيستم بهذا الشكل. خلاص طب هاجي اروح عامل ايه؟ اروح موصل كونكت الكونكت الكاباستور من هنا وكونكت فيزا بي من هنا وكونكت فيزا سي منين؟ من هنا. خلاص واجي اقول يا محمد احنا عايزين نوبريت الموتور ده. عايزين نوبريت الموتور ده. طب عشان نوبريت الموتور ده نعمل ايه؟ نروح جايين من عند شركه الكهرباء. خلاص نيجي من عند شركه الكهرباء ونسميها هنا الكتريكال كومباني. خلاص الكتريكال كومباني دي نعمل ايه؟ نروح جايين من هنا
خلاص جايين من هنا وجايبين ايه؟ كوندكتور خلاص باسبار في سيركت بريكر خلاص ونروح لكونكت بالايه؟ بالطريق ده يبقى دي فيزا بي دي فيزا ايه؟ ايه كابتن؟ خلاص واجي عند بي من هنا خلاص عند بي اروح طالع كوبريكت خلاص يبقى ده الواير اللي هيغذي ايه؟ ده الواير اللي هيغذي بي يبقى ده ايه؟ الباير اللي هيغذي فيزا بي طب وفيزا سي وفيزا سي وير السي؟ سي اهي خلاص اروح جاي عامل ايه؟ جاي عند نقطة الالتقاء دي خلاص واروح جاي ايه؟ موصل فيزا سي خلاص يبقى سي كاب الاقي عندي هنا سيركت بريكر هنا وسيركت ده كده في اكس اوكي اكس اسمه سيركت بريكر 3 فيز 3 فيز سيركت بريكر اتس اوكي ادي له اوردر اون او اوف طب دلوقتي اللي على يسار على اليسار هنا دي الكتريكال كامبر شركه الكهرباء شركه الكهرباء بتعمل ايه بالسيركت بريكر اللي سيادتك بتقول عليه اون اوف انت في الواقع بتعمل انك بتغذي اتنين صب اتنين لو حاجه اسمها سي كاباسيتنس سي 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 بغذي مجموعه المكثفات اللي هي الكاباستور بانك خلاص وبغذي الموتور خلاص وبغذي الموتور طب فباجي انا اعمل ايه بقى؟ اروح جاي عايز يسولف البروبلم دي عايز يسولف الايه؟ البروبلم دي فاروح جاي اول سيستم لما اجي اعمل له اناليسيس اقول له لا ده انا هعمل ايه سيادتك؟ ده انا هروح اجيب فيزا ايه؟ التيار ده التيار ده اخباره ايه؟ بيفولو في الكاباستور ده بيفولو في الكاباستور ده خلاص؟ البوينت دي هسميها بوينت 1 خلاص؟ ادي نقطة رقم واحد خلاص؟ والنقطة دي خلاص؟ اسميها فور اكزامبل مثلا 2 خلاص؟ يبقى this element اسمه C طب والتاني اللي بعده باللون الايه؟ باللون الاسود اسمه ايه يا محمد؟ اسمه R1 واسمه ايه؟ X1 عنده element 2 وده ليه اخ هناك اسمه R2- X2- وليه هنا في النص اير اسمه X4 خلاص؟ والناحيه الثانيه دي معاها R2- ومعاها X2- الفيلم ده الفيلم اللي هو الكارنت I1 الكارنت I1 ده يخص مين؟ I1 ده يخص الموتور اللي انت كنت عامل له سيادتك المنظومه دي انت كنت عامل لها equivalent model R1 and X1 and X5 and X2 and R2-over S/this equation عشان تحط supply اسمه V1 وتطلع تيار اسمه ايه؟ I1 يبقى الكورس الاولاني الجزء البارتيشن اللي احنا خدناه مع بعض في المحاضرات انت كنت بتاخد اكزامبل ويشيل على الكلام ازاي تحسب اي واحد وتروح بقى عامل لي ايه ار يو اكس يو ار اف يو اكس 5 والسيستم ده واي تو فايند اي 1 تو فايند ايه اي 1 طب هو الكاباستور يعني ايه امبروف الباور فاكتور بكاباستور
يا شباب انا عندي هنا ار اكس، عندي طاقه تخزن في الكويل، وعندي طاقه تخزن في الشحنات اللي بتتخزن في الماتيريال اللي محطوطه العازله ما بين الكاباسيتور. فاللي بيحصل ان التردد ابو 50 هرتز، التردد اللي ماشي هنا كام؟ اف 1 50 هرتز، والفريكوانسي اللي شغاله على الكاباستنس البولاريتي دي زائد ناقص بتقلب ب 50 هرتز. فاللي بيحصل ان الانرجي اللي في الكويل ده مفهوم الباور فاكتور امبروفمنت، الانرجي اللي محتاجها الكويل يروح ياخدها من المكثف، وبعد ذا كايل تلك انرجي من المكثف، وبعد كده يروح الكويل واخد الانرجي يرجعها للايه؟ للكباستنس. انا الكويل ده ياخد الانرجي ويرجع الكباستنس، ياخد الانرجي ويرجع الايه؟ الكباستنس. يبقى انا دلوقتي بعمل ايه؟ بخلي طب الكويل ده، الكويل ده يا شباب بياخد ايه؟ الكويل اللي هو بتاع الار اكس ده بياخد باور، بياخد باور من عند السبلاي. يبقى الار اكس ده الكويل ده بياخد ايه؟ الكويل ده، الكويل ده هو ار 1 اند اكس 1، الكويل ده بيتيك انرجي، هو عايز ياخد كيو، الكويل ده عايز ياخد كيو، والسي ده بيدي كيو. يعني ايه؟ يعني الموتور ده معمول باللون الاسود، الموتور ده معمول باللون الاسود، الموتور ده بياخد باور اسمها بي، اوكي؟ وهو يونيد بلس جي كيو، هو عايز جي كيو، هو عايز جي كيو، خلاص؟ جي كيو كويل. لما انا احط له مكثف اللي هو الكاباستور بانك، خلاص؟ بروح اعمل ايه الكاباستور بانك ده؟ ده نفسه في كيو، الار 1 اكس 1، الار 1 اكس 1 نفسه في كيو، الكاباستور يديله كيو. انا اي نيد كيو، كلمه بلس جي كيو ال دي معناها ايه؟ ذا موتور، ذا موتور، خلاص؟ مال يا محمد؟ ذا موتور، ذا موتور، ذا موتور نيد، نيد كيو، محتاج كيو. يبقى دي اللي باللون الايه؟ البلاك، ده الموتور، خلاص؟ طب مين بقى يعوضه؟ المكثف. يبقى المكثف ده اللي هو عكسه اللي هو نيجاتيف جي اي كيو سي، نيجاتيف جي اي، نيجاتيف جي كيو سي، خلاص؟ يبقى انا دلوقتي يا شباب لازم نعرف، نعرف حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ لازم نعرف يا شباب حاجه مهمه. ايه هي؟ انا يشق عليا شويه ان انا اشتغل بالايه؟ بسيستم البي والكيو. طب امال قال لك ايه؟ ما هو انت اللي انت قللته في الكيو بيحصل فين؟ بيحصل برضه معايا في التيار. بمعنى هو فين هو الموتور؟ فين هو الموتور؟ موتور يبقى بلون اسود، موتور، موتور، موتور يعني الثري فيز موتور، يخش له ايه؟ بي سي، وادي ايه؟ خلاص؟ ده اندكتف، اندكتف. واحنا قلنا يعني ايه كلمه اندكتف؟ يعني كله ار ال، كله ار ال، يبقى مثلث البي للكيو اسود ده، وممكن اقول ان الفولتج اخباره ايه؟ بهذا الشكل. وادي الفيكتور دايجرام اللي اسمه اي 1، وادي الزاويه اللي اسمها ايه؟ سي. خلاص؟ يبقى اي 1 ده معادلته ايه؟ اي 1 بيساوي امبليتيود، قيمه، قيمه، فاليو، فاليو، ومعاها ايه؟ انجل نيجاتيف، يبقى معاها انجل ايه؟ نيجاتيف سي. خلاص؟ طب نحل الموضوع ده ازاي؟ نحل موضوع اي 1 اي 1 ازاي؟ قال لك حضرتك
الكيرف اللي هو الرسمه ده نقطه رقم ايه؟ صبلان. خلاص؟ اجي هنا ساحب تيار اسمه اي واحد. خلاص؟ اي واحد ده شغال فين؟ شغال فين؟ شغال في المكثف اللي هو سي. طب نفس الكلام ده فين؟ في ار واحد، في ار واحد ومعاه مين؟ اكس 1. الفولتج اللي قاعد هنا هو نفسه الفولتج اللي قاعد هنا اللي هو في فيز. طب ليه القطعه دي؟ لان القطعه دي موجوده هنا، القطعه دي عليها فولتج في فيز، والقطعه دي عليها فولتج ابلايد ايه؟ في فيز. خلاص؟ يبقى ده اسمه ايه؟ طب ده اسمه ايه؟ اي 1. ده اسمه اي 1. طب والترم ده؟ ده اي 1 بتاع الكباستور. طب انا ما عندي الكباستور واحد كلهم سي سي سي، يبقى ده اسمه اي سي. يبقى ده التيار اي سي، التيار اللي يتم تغذيه المكثف. وده الايه؟ الاي 1 ده. خلاص؟ اي 1 واتفقنا مع بعض ان احنا جبناه من هنا، يا اما ادهولك جبن في الامتحان، يا اما جبن بزاويته ودنيته، يا اما خليك تروح تحسبه من هنا، هخليك ايه؟ تروح تحسبه من هنا. طب بعد ما انت تحسب اي 1 من المساله دي، يبتدي عندك اي سي. اي سي ده تجيبه منين؟ اي سي ده تجيبه منين؟ انا بقول لك الفولتج اللي على المكثف هو نفسه في فيز، يبقى اي سي بتساوي ايه؟ في فيز مقسومه على مين؟ على اكس سي. يبقى انا عندي قانون يجيب لك المقدار، المقدار بتاع اي سي. المقدار ايه؟ ولو بيور كاباستنس سالب 90 درجه، لو بيور كاباستنس تبقى ايه؟ زاويته هنا ايه؟ سالب 90. يبقى انت كده جبت. طب هو انا دلوقتي اي سي ده هاو تو كالكوليت؟ اي سي اعرف احسب في فيس جيفن، بس اكس سي انت مش عارف قيمة المكثف كام؟ هو اكس سي دي تعتمد على ايه؟ اكس سي بتساوي واحد على اوميجا ايه؟ سي. خلاص؟ هنشوف مع بعض في المحاضرة اللي جاية ازاي نربط اي 1 ده، ده اي 1 بتاع الموتور الاصلي، ده الموتور. طب بعد ما انت عملت له تعديل باسمه اي 1 داش، باسمه ايه؟ اي 1 داش. هنشوف البتاعة دي القشطة دي هنشوفها تاني مع بعض ازاي هاو تو سولف الايه؟ هاو تو سولف السيستم.